في المهرة لا تزال آثار إعصار لبان الذي ضرب المحافظة طاغية على كل شيء. فالإعصار الذي تسببت سيوله الجارفة في هدم المنازل وفقدان العديد من الأشخاص أدى أيضا إلى قطع خدمات الاتصالات والمواصلات عن المدينة. الإعصار المداري تسبب أيضا في انقطاع كابلات الألياف الضوئية بين مديريات المحافظة، وتوقفت خدمة الإنترنت على المحافظة الشرقية بحسب تصريحات لمسؤولين في السلطة المحلية. منسق الكوارث في الهلال الأحمر اليمني وائل كريم كشف عن 6 حالات وفاة، وأكثر من 3800 أسرة من مدينة الغيضة تم إجلاؤهم إلى مراكز إيواء في فنادق ومنازل أخرى. وعلى الرغم من الإمكانيات البسيطة التي تمتلكها المحافظة، فقد أشار المسؤول في الهلال الأحمر اليمني أن عمليات الإجلاء لا تزال مستمرة في مناطق سيحوت والمسيلة وحصوين. من جانبها أوضحت مؤسسة المياه أن الآبار الرئيسية بمنطقة فروي غمرتها السيول بشكل كامل، وهو ما قد يعد كارثة إنسانية تلقي بتبعاتها على الجميع إذ لم يتم معالجة ذلك. وعلى الرغم من مرور نحو أسبوع على العاصفة، إلا أن الجهود الحكومية لم تكن بحجم الكارثة التي خلفها الإعصار المداري، وتظل هذه المشاهد حية على الأضرار البالغة التي غيرت من ملامح المحافظة، الأمر الذي يتطلب جهودا كبيرة لإعادة هذه المناطق إلى ما كانت عليه.